السلام عليكم، نكمل محاضرة الريسبيراتوري سيستم. الأكسجين ترانسبورت داخل الدم يتم عن طريق الهيموغلوبين. كمية الهيموغلوبين اللي موجودة داخل الدم، نعم، وصلنا سلايد 34. أعتقد عبرنا سلايد 34. أخذنا النيورون 1 والنيورون 2 والثمسر اتش تي، تكلمنا عن هاي النيموتاكسيك سنتر. يجوز انت ما كنت موجود. دكتور، هذا اللي اتذكره، يعني اخر شيء 34 لا وخلصت لا، المحاضرة. يمكن انت متوهم. هاي حتى هاي هيرينج براير ريفلكس موجود كشرحت لكم هي. الهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الاكسجين داخل الدم. يعني هذا المثال امامكم، تلاحظون هاي قنينه الاكسجين مربوطه الى بلازما والى بلاد. لاحظ انه البلازما يحتوي على كميات قليله من الاكسجين، اخذ كميه كلش قليله من الاكسجين، بحيث نسبه الاكسجين داخل 100 مل من البلاد بنفس الوقت اللي غذينا بينه هذا التانك او هذا التانك، هذا الوعاء او هذا الوعاء، اثنيناتهم نفس الوقت نفس الكميه من الاكسجين دخل لهم. نلاحظ ان الاكسجين هنا التشبع مالته 0.3 مول اكسجين بير 100 مول، بينما التشبع بالاكسجين هنا عندنا 20 مول اكسجين بير 100 مول. ليش؟ لان الار بي سي بي هيموغلوبين، وهذا الهيموغلوبين هو اللي راح يرتبط بالحديد. وعمليه الارتباط هي كالتالي: ان ذا سنتر اوف ايتش هيموغلوبين، كل الهيموغلوبين اللي موجود داخل الدم تقريبا عدد الجزيئات هي بحدود ال 280 مليون من الهيموغلوبين موجود داخل الدم مالنا. كل هيموغلوبين بينه 4 جزيئات بروتينية مربوطة بهيم. كل هيم بالسنتر مالته اكو حديد، ايرون اتوم. هذا الايرون اتوم عنده قابلية يرتبط بجزيئة اكسجين، وبالتالي يتم عملية نقل. بما انه كل واحد من هاي الهيموغلوبين عنده 4 بوليبتايد تشينج and 4 هيم، يعني 4 بروتينات، وبداخل كل بروتين اكو هيم، والهيم هذا بالسنتر مالته عنده واحد ايرون اتوم، جزيئة واحدة من الايرون. هذا الايرون، جزيئة الايرون راح ترتبط بجزيئة اكسجين، او ذرة ايرون ذرة حديد راح ترتبط بجزيئة اكسجين. وبالتالي مثل ما تلاحظون بالشكل، هنا الاكسجين مشبع داخل الدم بينما داخل البلازما غير مشبع. الهيموغلوبين قد يكون موجود على شكل اوكسي هيموغلوبين، يعني نورمال هيم كونتين ايرون ان ريدوسد فورم. اذا كان الايرون موجود داخل الهيم هو من نوع ريدوسد فورم، راح نسمي هذا الهيموغلوبين اوكسي هيموغلوبين. عنده قابليه هذا الايرون انه يرتبط مع الاكسجين، يعني ما مشبع، ما مثل الفيريك اللي هو اف اي 3. فالاف اي 2 شير الكترون اند بوندز وذ اوكسجين، لان الاكسجين هو من النوع العامل مؤكسد، يعني اي مكان يروح له راح ياخذ الالكترون من اي جزيئه يرتبط بها. وبالتالي احنا نحتاج انه يكون عندنا فيروس يرتبط بالاكسجين حتى يتكون عندي عمليه ارتباط الاكسجين ويا الحديد. دي اوكسي هيموغلوبين، وين اوكسي هيموغلوبين ديسوشيت ريليز اوكسجين، ذا هيم ايرون ستيل ان ذا ريدوسد فورم. الديوكسي هيموغلوبين هو بعد ما هذا الايرون اللي هو موجود على شكل ريديوست فورم، من يفقد الاكسجين مثلا بالتشو بالانسجه، راح يفقد الاكسجين مالته ينتهي للخلايا، لكن هو راح يظل ان ريديوست فورم، يسمونه ديوكسي هيموغلوبين. هيموغلوبين داز نوت لوس ان الكترون وين كومباين وذ اكسجين. ميت هيموغلوبين هاز ايرون ان ذا اوكسيدايزد فورم. هنا الايرون راح يكون اوكسيدايزد لايك الكترون اند كانوت بايند وذ اوكسجين. لما يكون الايرون مالتي من نوع فيريك اف اي 3، الهيموغلوبين راح اسمينه ميت هيموغلوبين، وهذا النوع من الهيموغلوبين ما عنده قابليه انه يرتبط مع الاكسجين، لانه اوريدي اوكسيدايزد اف اي 3. وعندنا كاربوكسي هيموغلوبين، ذا ريديوسد هيم از كومبايند وذ كاربون مونوكسيد.
The bond with carbon monoxide is 210 times stronger than the bond with oxygen. ولهذا الترانسبورت عن طريق الكاربوكس هيموغلوبين مستحيل. بالكاربوكس هيموغلوبين راح يكون الهيم مرتبط مع كربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد يجي من الدخان. ولهذا شخص من يتعرض يفوت على مكان بحريق واستنشق دخان جزء يختنق يموت. ليش؟ لانه الهيموغلوبين اللي بجسمه تحول لميتهيموغلوبين عن طريق الكربون مونوكسيد اللي دخل عن طريق الجهاز التنفسي. والاكسجين ما عنده قابليه يسوي ريبليسمنت، ما يقدر يشيل الكربون مونوكسيد ويقعد بمكانه. ليش؟ لان اثرت الارتباط بين الكربون مونوكسيد والهيموغلوبين 210 مرات اقوى من الاكسجين والهيموغلوبين. Therefore, transport of oxygen to the tissue is impaired. Oxygen carrying capacity of blood determined by its hemoglobin. نقل الاكسجين الى الانسجه يعتمد على الهيموغلوبين، على نوعيه الهيموغلوبين. ايش عندك هيموغلوبين؟ هذا الكاربوكسي هيموغلوبين هو من النوع اللي يكون الهيموغلوبين مرتبط بالكربون مونوكسيد، واللي هو قوة الارتباط مالته 210 مرة أقوى من البايندينج للأكسجين، ولهذا الترانسبورت أوف أكسجين تو التشو إز إمبير. لذا فإن الأكسجين كارينج كاباسيتي أوف ذا بلاد ديتيرمايند باي هيموغلوبين. عملية نقل الأكسجين إلى الأنسجة راح يعتمد على نوعية الهيموغلوبين المتوفرة. احنا تكلمنا عن التبادل الغازي وتكلمنا عن البريثينج والفنتيليشن وشو يصير خلخله بالضغط وشو الاكسجين راح يدخل والبرين عشان يتحكم بالعمليه والبلط من يمر ايش هي الاسباب اللي تخلي البلط يبقى بداخل اللنج فتره طويله انه عندنا بلط فيزل تختلف عن بقيه البلط فيزل الموجوده بالجسم الضغط يختلف ضغط الدم قليل فكل هاي العوامل ساعدت انه يصير تبادل غازي نعم ولكن عمليه ارتباط الاكسجين بالهيموغلوبين يعتمد على نوعيه الهيموغلوبين. الانيميا معناته هيموغلوبين قليل الاكسجين ترانسبورت راح يقل. بوليسايثيميا هيموغلوبين ابوف ذا نورمال كميه الاكسجين صار تشو راح تكون اكثر. هيموغلوبين برودكشن كنترول باي ارثروبويتين. منو يتحكم بكميه الهيموغلوبين بالدم؟ هو ماده أو هرمون يصنعه الكلية ويفرزه إلى الدم بناء على كمية الأكسجين اللي يصل للأنسجة أو اللي يصل للكلية. كلما قل كمية الأكسجين كلما إيرثروبويتين يصنع كميات أعلى ويفرز السيركوليشن وهذا الإيرثروبويتين راح يروح للبون بون مارو تحفز صناعة الـ RBC يزداد عدد الـ RBC الـ production مالته under control of PCO2 partial pressure مال CO2 يعني كل ما زاد الـ CO2 بداخل الدم كل ما الكدني راح يتحفز لهذا الـ PCO2 وبالتالي يصنع كميات أكبر من الإرثروبويتين وهذا الإرثروبويتين يصير من secretion للـ blood والـ blood يأخذه للـ bone البون يتحفز بصناعة RBC أكثر ولذا يجوز نسوي فحص مال الهيموغلوبين عند مدخن وغير مدخن نشوف أن الهيموغلوبين عند المدخن أكثر من غير المدخن أو كمية الـ RBC عند المدخن أكثر من الغير مدخن ليش؟ السبب أنه قسم من الهيموغلوبين ما راح يكون مشبع بالأكسجين ويحمل مكانه كربون مونوكسيد مال الدخان وبالتالي الكدني راح يتحفز نقصان بالاكسجين والزياده بالبي سي او 2 نتيجه للتدخين وبالتالي يصنع كميات اكبر من الهيموغلوبين يحسب حساب انه اكو خلل كميه الار بي سي ولكنه بالحقيقه الشخص مدخن لو وقف التدخين راح يرجع الارثروبويتين للنورمال وما يتكون ار بي سي ازيد من حاجه الجسم لودينج اند لودينج ايضا ديبيند يعني يتحمل او ما يتحمل الاكسجين للار بي سي يعتمد على ايش؟ على البي او 2 في الانفايرمنت. يعني مثلا الار بي سي وصلت تتحمل اكسجين ولكن لو كانت محمله بالكربون مونوكسيد او وصلت الار بي سي ما بيها كل شيء لكن البارشل بريجر مال الاكسجين بداخل الفيولاي قليله نتيجه حاله مرضيه وبالتالي الهيموغلوبين ما راح يتشبع بالاكسجين. افينيتي بين هيموغلوبين والاكسجين ايضا يعتمد على حاله الهيموغلوبين هل هو من نوع الاوكسي هيموغلوبين ام هو من النوع الميت هيموغلوبين ام هو من نوع الكاربوكسي هيموغلوبين
ولذا اللودينج اند لودينج راح يعتمد على عده فاكتورات او عده عوامل. وهذا الشكل يوضح لكم انه البرسنتج اوف اوكسيموغلوبين ساتوريشن راح يعتمد على البارشال بريشر اوف اوكسجين وايضا اوكسجين كونتنت ان ذا بلاد. كل ما زاد البارشال بريشر اوف اوكسجين كل ما برسنتج اوف اوكسيموغلوبين ساتوريشن راح يزداد داخل الفين، وهذا راح يعتمد على حاله الاكسجين داخل الالفيولاي. البي اتش والتمبرتشر قد يكون لهم علاقه بسيطه ولكنه ايضا مهمه. The loading and unloading of oxygen is influenced by affinity of hemoglobin for oxygen. يتحمل أم ما يتحمل الأكسجين للهيموغلوبين يعتمد على الأفينيتي بين أكسجين والهيموغلوبين. إذا كان الهيموغلوبين مالتك من النوع اللي ما يرتبط بين الأكسجين فما راح يرتبط. Affinity is decreased when pH is decreased. الـ pH يقل، الـ pH يزداد، الـ affinity تقل. ولذا الجسم راح يحاول يزيد البريثنج حتى يزيد كميه الاكسجين يتدفق الى اللنج، وبالتالي يصير عمليه التبادل الغازي بشكل صحيح. Increased temperature او زياده بالدايفوسفوركليسيريد جليسيرول ايضا ممكن ياثر على عمليه التبادل الغازي. الدايفوسفوركليسيرول هو باي برودكت من الميتابوليزم مال الجلوكوز، وايضا هو سبب في انه زيادته نقصان يؤثر على عملية الـ saturation والأكسجين supply الداخل الالفيولاي إلى البلد أو loading and loading. Effect of diphosphoglycerol on oxygen transport. بحالة الأنيميا الـ RBC total blood hemoglobin fall. مريض عنده أنيميا إيش معناته؟ معناته كمية الهيموغلوبين جسمه قليل أو كمية الـ RBC قليل. Each RBC produces greater amount of 2-3-diphosphoglycerate. Since RBC lack both nuclei and mitochondria produce ATP through anaerobic metabolism. بما أنه الـ RBC ما بها نكلياي فعملية الـ production مال الـ ATP مالته يكون عن طريق الـ anaerobic metabolism. و الهيموغلوبين او الار بي سي بحاله الانيميا من يقل معناته الار بي سي قليله، الهيموغلوبين قليل، الدايفوسفوجليسيريد ايضا بما انه الار بي سي قليله راح تكون عند الدايفوسفوجليسيريد قليل. فيتال هيموغلوبين او هيموغلوبين اف هاز تو جاما تشين ان بليس اوف ذا بيتا تشين. عندي نوع من الهيموغلوبين اسمه هيموغلوبين F، هذا ما يقدر يرتبط بالدايفوسفوجليسيريد و have higher affinity for oxygen. هذا النوع من الهيموغلوبين عنده affinity أكثر للأكسجين وما يقدر يرتبط بالدايفوسفوجليسيريد. طبعا هذا الدايفوسفوجليسيريد أيضا هو باي برودكت من الميتابوليزم، وبالتالي زيادته هو اللي راح يرتبط بمكان الأكسجين وراح يقل الأكسجين ترانسبورت. فكل ما زاد الدايفوسفوجليسيريد كل ما الأكسجين ترانسبورت راح يقل. أما CO2 transport in the blood إما يكون مربوط بالهيموغلوبين يسمونه كاربامينو هيموغلوبين وهذه مثل 20% أو dissolved inside the blood على شكل CO2 وهذا 10% أو على شكل بيكربونات HCO3 minus 70%. إذا تذكرون قلنا CO2 من يزداد بالبلد يرتبط بالماء يكون عندي H2CO3 اللي هو مركب غير مستقر يتحول ل H plus HCO3 minus. فكل ما زاد H plus معناته اكو زياده بال CO2. فالبرين سنتر اللي هو ذكرناها ميدلا اوبلانجاتا مع البونز يتحسسون كميه ال H plus. كل ما زاد ال H plus كل ما يحتاج انه يزيد البريثنج حتى نرجعه للنورمال. كلورايد شيفت at systemic capillary. لما يكون عندي ال H plus وال HCO3 minus نتيجة زيادة بال CO2 اللي راح يرتبط بال H2O يتكون عندي H2CO3 بالأنسجة at tissue CO2 diffusing to RBC. Shift the reaction to the right. داخل الأنسجة ال CO2 راح يحاول يدخل لل RBC وبالتالي
هذا البالانس راح يروح باتجاه تكوين ال CO2. يعني ال CO2 راح يرجع يرتبط بال H بلس، يتكون عندي CO2 داخل السيركوليشن، وهذا راح يزيد كمية ال HCO3 ماينس producing in RBC. بما انه عندي HCO3 ماينس، زيادته بداخل الدم البرين يتحفز له ويعرف بانه اكو زياده بالCO2، يزيد الفنتيليشن، يزيد البريثينج، يزيد الاكسجين سبلاي، يقلل الCO2. RBC become more positive. Chloride attracted. يسمى chloride shift. نحن ما عندنا HCO3 minus. يزداد HCO3 minus diffuse للبلد. وبداخل RBC HCO3 minus يتكون. فالRBC شو يصير؟ يصير positive. نتيجة وجود زيادة من HCO3 minus produced inside RBC. فالشحنة مع الRBC شو راح تكون؟ تكون plus. لأنه هذا HCO3 minus راح يرتبط بالH، ويكون عندي H2CO3 اللي تحلل الى H بلس و HCO3 ماينس. فالار بي سي راح يكون بلس وراح يحفز الى الكلورايد شيفت. الكلورايد يحاول يعالج الموقف، يدخل الى الداخل حتى يصير داخل الار بي سي نيجاتيف، يرجع للنورمال، يرجع نورمال بالانس. يسمون هاي الحاله كلورايد شيفت. H بلس ريليز بفر باي كومبايننج وذ دي اوكسي هيموغلوبين، فراح يكون عندي كاربوكسيميت هيموغلوبين، وانلودينج اوف او2 راح يحصل بداخل هذا الار بي سي. فاذا نعيدها، ايش هي الكلورايد شيفت؟ بما انه الار بي سي اخذت كميات كبيره من اتش سي او 3 ماينس، فالشحنه مالته راح تقلب بلس. الكلورايد يحاول يعالج الموقف فيدخل للداخل، والهيموغلوبين نوعيته بهالحاله راح يكون كاربوكسيميت هيموغلوبين، واللي هو ما عنده قابليه انه يتحد بالاكسجين. فبالانسجاني ما يريد يتحد بالاكسجين، يريد ينتقل لللنج ويصير ريليز للسي او 2 ويصير بايندينج للاكسجين. هذا النوع من الاكسجين بما انه لودد بال سي او 2 او بالاتش سي او 3 ماينس، راح يحفز الدماغ على انه كميات كبيره من السي او 2، وبالتالي يصير زياده بالبريثنج حتى يتبدل يزداد الفنتيليشن ويزداد الاكسجين سبلاي للالفيولاي، وبالتالي يصير بايندينج لل O2 لل RBC او هيموغلوبين مع RBC، ويصير ريليز CO2 للالفيولاي. الكربون دايوكسيد بالتشو ينتقل الى البلد ديسولفد ان ذا بلازما على شكل 10% او بايند تو هيموغلوبين على شكل 20%. يصير عندي كارب امينو هيموغلوبين، او يرتبط مع الماء ويكون H2CO3 minus اللي هو unstable، يتحول الى H plus HCO3 minus اللي هو 70%. بما انه ال HCO3 minus موجود داخل الخليه، وال H plus ايضا كميات كبيره تكونت بداخل الخليه، هذا ال H plus راح يقلب الخليه مالتي، هذا ال RBC اللي هو عباره عن 70% من الخلايا من ال RBC، راح تتحول لشحنتها الى بوزيتيف بسبب وجود H بلس. جاي من وين؟ جاي من تحلل ال H2CO3. ال H2CO3 منين جاء؟ جاء من ال CO2 مع التشو والبايندينج مع الووتر انسايد RBC. ايش راح يصير عندي؟ الشحنه مال هذا ال RBC الداخليه بوزيتيف. الكلورايد ايش يسوي؟ يحاول يعالج الموقف، يصير كلورايد شيفت، يدخل لداخل الخليه. لكن قبل من هذا الحكي، وين؟ بالتشو سيستميك كابيلري او بالتشو. قبل من الكابيلري راح يحصل هو التالي. ات الفيولاي سي او 2 ديفيوز انتو الفيولاي، رياكشن شيفت تو ذا ليفت، يعني هذا الرياكشن راح يتحول الى الليفت، لانه انا اريد اخلص من السي او 2، فالسي او 2 ايش راح يصير؟ راح يخرج الى الفيولاي، فيقل هاي المواد ترجع ترتبط مع بعضها. ال HCO3 minus اللي موجود داخل خلية ال RBC يرتبط مع ال H plus، لأن صار عندي نقص بال CO2، يعني بالتشو كان عندي زيادة بال CO2. A reaction shift to the right داخل الأنسجة، عندي زيادة بال CO2، CO2 يدخل للبلازما لأنه موجود بالتشو بالخلايا، CO2 تكون نتيجة الميتابوليزم،
هذا CO2 يصير بين الدفيوز للبلاد للبلازما، وقسم من عنده يظل بالبلازما، قسم يدخل لل يرتبط مع الهيموغلوبين يصير عندي كاربوكسين جلوبين، قسم يروح داخل الار بي سي بالبلازما مع الار بي سي يرتبط مع الماء يتكون عندي H بلس HCO3 ماينس، ال H بلس زيادته يخلي الار بي سي بوزيتيف، وبالتالي يصير عندي كلورايد شيفت، كلورايد يدخل لداخل الخليه حتى يعالج هذا البوزيتيفيتي. بالبلمونري كابيلري العمليه معكوسه، السي او 2 يطلع من الار بي سي يصير نقص بالسي او 2، المعادله راح تمشي بالعكس، اش اكو H بلس داخل الخليه يرتبط بالسي او 3 ماينس ويتحول لCO2 حتى نفقده، فيقل decrease HCO3 in RBC HCO3 diffuse into the RBC. فإذا ال HCO3 minus diffuse into RBC RBC become more negative هنا. Chloride shift diffuses to the out. هنا الكلوريد يحتاج يطلع برا حتى يصير balance للخلية. طبعا لو ما هاي الكلوريد shift هاي ال RBC راح تموت، بس هذا الكلورايد يدخل للداخل ويخرج للخارج، صار زيادة صار بوزيتيفيتي هو يدخل، صار نيجاتيف يخرج، وهكذا حتى يصير عملية تبادل الغازي at capillary of the pulmonary system. وأيضا give off hemoglobin carboxy hemoglobin والديوكسي hemoglobin convert to oxy hemoglobin which has weak affinity for H plus. نعم تفضل سؤال تفضل. الكلور من جاي داخل البلد. من يحصل عليه؟ نعم داخل البلد يعني واحد من مكونات الدم من تحلل الـ NACL. هسه ناخذ الدم مالك نحلله بالمختبر نقول له ايش قد بينه ملح، يقول لك كذا صوديوم كلورايد، كذا صوديوم وكذا كلورايد، هو موجود بالبلازما. تمام. هو داخل التشو ايش عندي؟ الخلايا كنا اخذت الجلوكوز وكنا حولته الى اي تي بي، كل جزيئة الجلوكوز أو الليبيد تحترق تحتاج أكسجين، وبالمقابل يطلع عندي CO2. هذا CO2 وين يروح؟ ما يبقى بداخل الخلية، يروح للبلازما، خلية تدفعه إلى خارج الخلية والبلازما يأخذه، يتقسم إلى ثلاث أقسام، قسم من عنده يرتبط مع الهيموغلوبين يسمونه HBCO2 الأمامكم HBCO2 اللي هو كاربوكسي هيموغلوبين، هذا الكارب CO2 بلس هيموغلوبين، هذا 10% 20% يسبح بالبلازما أو 20% HBCO2 10% يسبح بالبلازما، لكن المهم 70% اللي يدخل داخل البلد ويتحد مع الCO2 اللي يدخل داخل البلازما مع الـ RBC ويتحد مع الـ H2O يتكون عندي بيكربونات و H بلس. هذا الـ H بلس من يتكون الشحنة مع الخلية تقلب بوزيتيف، يعني الـ H بلس يعتبر أكتف كومباوند، والآن عندي الـ HCO3 ماينس، لكن الـ H بلس هو اللي يظهر، هو الحامض، هو اللي يقلب الحامضية مع الخلية ويخلي الخلية تصير بوزيتيف، فيحتاج شوية كلورايد يدخل للداخل حتى يعالج هذا الموقف والخلية لا تموت، هاي الخلية مال الـ RBC. من يروح لللنك العملية معكوسة، الCO2 ما نفقده نحن من البلازما من الكاربوكسيموغلوبين، هنا الCO2 عيقل، فالخلية مال الـ RBC تحس على هذا الشيء، ترجع تحول الـ HCO3- والـ H+ باك إلى مكوناته الأصلية اللي هي CO2 H2O، يفقد الCO2 ويرجع مكانه أكسجين، وهكذا تستمر العملية. Reverse chloride shift in lung. هنا عندنا CO2 dissolved in plasma طلع للالفيولاي والهيموغلوبين أكسجين تحول الكاربامينو هيموغلوبين يتحول إلى هيموغلوبين مع CO2، الكارب أمينو هيموغلوبين يتحول إلى هيموغلوبين CO2، CO2 تخلصنا منه والهيموغلوبين رجع طبيعي. عندي CO2 والH2O الكلورايد من يخرج ايش راح يصير عندي؟ ال HCO3 ماينس مع الكلورايد من خرج الى الخارج، هذا ال H بلس صار فري، قبل كان مربوط مع ال Cl مكون لي HCl، هسه ال H صار فري
يرتبط مع ال HCO3 minus لأنه صار نقص بال CO2. فكل ما CO2 صار بينه نقص راح يخرج من خلية ال RBC إلى الخارج، فال H2CO3 يتحلل، ال H plus يحتاج يتحد مع ال HCO3 minus. كل ما يقل هذا الرياكشن يندفع باتجاه الأمام يحتاج كلورايد يخرج للخارج، وإيش أكو HCO3 يدخل للداخل حتى يتكون عندي CO2. فالعملية مبسطة بس يحتاج تفتهمها. داخل التشو عندي CO2 كثير، من يدخل لداخل البلازما قسم من عندي قبل البلازما كما هو CO2 ذائب داخل البلازما، قسم مباشرة يرتبط مع الهيموغلوبين يصير عندي هذا CAH اللي هو كارب أمينو هيموغلوبين، وقسم من عنده يروح داخل الـ RBC قسم الكبير 70%، بس داخل الـ RBC أكو ماي H2O يرتبط بينه يتكون عندي HCO3- H+. الـ HCO3- قسم من عنده يخرج للبلازما يبقى الـ H+ جوا خليه تصير بوزيتيف، يحتاج كلورايد يدخل للداخل، كلورايد يرتبط مع هذا الـ H تكون عندي HCO حامض، بس الكلورايد عالج الموقف ما خلى الـ H+ يظل بوحده فري والخلية تصير بوزيتيف، لأن هذا خلية بولارايز الجزء يرجع ينكمش ويموت لأنه اكو حامض بداخله كمية كبيرة والبي اتش ماله تغير. هذا الـ RBC نفسه عيمور عيمشي يروح لللنج، ايش يصير باللنج؟ باللنج عندي أكسجين بالألفيولاي، الـ CO2 اللي موجود بالبلازما أوريدي يحاول يخرج يجي مكانه أكسجين، قلل الـ CO2 بداخل البلازما اكو 70% داخل الـ RBC، هذا الـ 70% من الـ RBC يرجع باكورد إلى ايش؟ الكلورايد يخرج اللي يجي يرتبط مع HCO3 minus يتكون عندي CO2 H2O، CO2 يخرج يتخلص من عنده واللي موجود كارب أمينو هيموغلوبين يتحلل إلى CO2 مع هيموغلوبين. أكو أحد ما افتهم؟ أي نقطة ما واضحة عيدها. الدكتور شوية عملية صعبة لو أكو فيديو توضيحي قبل تخلينا إياه بالكلاس بعدك يعني. بعدين راح أخلي فيديو تعريف يمين بس أرجع أعيدها مرة الأخ. يعني هي عملية بسيطة جدا، الخلايا بتشو يصير بها ميتابوليزم لأنه عيني إيدي إذني حتى يشتغل صح يسمع يشوف كله يحتاج ATP، ATP يجي من الجلوكوز حرق جزيئة الجلوكوز أو الليبيد يحتاج إلى أكسجين أخذ الأكسجين، نتائج الميتابوليزم عدد كبير من المخلفات من ضمن CO2، CO2 ما يبقى بداخل الخلية، الخلية يتخلص منها يتزوين للبلازما، دخل للبلازما 70% دخل للـ RBC، 10% ذائب بالبلازما، 20% صار كارب أمينو هيموغلوبين ارتبط مباشرة بالهيموغلوبين. واضح؟ هنا ايش عندي؟ الـ 10% ظل 10%، الـ 20% ظل 20%، بس عندي 70% دخل داخل الـ RBC، هذا الـ 70% شنو مصيره؟ أكو مي داخل السيتوبلازم يرتبط بالمي يصير عندي H2CO3، هذا المركب غير مستقر يتحول ل H plus HCO3 minus، جزء من ال HCO3 minus diffuse out يطلع خارج الخلية. ليش؟ حتى يدخل الكلورايد مكانه حتى يرتبط بال H plus، حتى الحامض مال المعدة يكون مرتبط مع الCl كلورايد اللي موجود بالبلازما اللي دخل داخل الـ RBC، فصار عندي HCl داخل الـ RBC، هذا الـ RBC راح لللنج، باللنج ايش عندي؟ عندي أكسجين داخل الفيولاي، فالCO2 اللي موجود بالبلازما هذا شوية 10% ديفيوز أوت، والكارب هيموغلوبين همينا يتحول لـ CO2 هيموغلوبين، CO2 يخرج أيضا برا، قل CO2 حوالين الـ RBC، ايش يسوي؟ يحاول يعوضه CO2. فايش يسوي الـ RBC اللي كان اخذ 70%؟ يتحلل الـ HCl الى H plus Cl minus، C اللي يطلع برا خارج الخلية يدخل الـ HCO3 minus، الـ HCO3 minus يرتبط بالـ H يتكون عندي H2CO3، يرجع CO2 H2O، CO2 يخرج الى خارج الخلية والى الالفيولاي ويصير عندي عملية تبادل غازي. ونفسه هذا الـ H plus من راح للدماغ سوى ستيميليشن للبريثينج، ولا اني ليش لما اركض
الريسبيراتوري ريت مالتي ازداد، البريثنج مالتي ازداد. ليش؟ لانه تكون عندي سي او 2 كثير. اصلا السي او 2 ما يدخل للبرين، زين البرين شلون اعرف انه اني صار عندي زياده، احتاج زياده بالاكسجين؟ لانه العضلات استهلكت كميه كبيره من الاكسجين وخلفت كميه كبيره من السي او 2. بين قوسين اج بلس، الاج بلس يعبر للبرين فيسوي ستيميوليشن للبرين حتى يزيد البريثنج. لذلك اكو حاله اسمها ريسبيراتوري اسيدوسيس. ليش؟ زياده بالحامضيه مال البلد نتيجه الهايبو فنتيليشن. شخص قل النفس مالته يزداد الحموضيه مال البلد. هسه فهمناها منين جت هاي الحامضيه؟ جت من هذا الاتش اتش بلس، لانه السي او 2 يرتبط بالماء، يكون عندي اتش بلس اتش 2 ماينس. اذا ما يروح لللنج ويتبدل راح يزداد الاتش بلس داخل الدم. فعندي ريسبيراتوري اسيدوسيس. ايش معناته؟ معناته اكو هايبو فنتيليشن، accumulation of CO2 in tissue. PCO2 increase, pH decrease, الحامضية يزداد، بلازما HCO3 minus increase. هو هذا النقطة اللي نريد أوصلكم إياها. Respiratory acidosis سببه أنه اللنك ما يستجيب للتبادل الغازي، هيزداد عندي
آسف على هذا الانقطاع. لا عادي دكتور. لا عادي دكتور. مثل ما قلنا respiratory acidosis يعني معناته اكو نقص بالفنتيليشن، هايبو فنتيليشن. هذا الهايبو فنتيليشن معناته الاكسجين قليل، السي او2 كثير، راح يتجمع عليه بلس داخل البلد فنسميها respiratory acidosis. سببه ان respiratory system ما يقدر يعطيني كميات كافيه من الاكسجين، فيصير عندي accumulation of CO2 in the tissue. The partial pressure مال CO2 يزداد، ال pH يقل، يعني ال H plus يزداد، HCO3 minus هذا يصير من accumulation تجمع بال. لكن عندنا حالة أخرى اسمها respiratory alkalosis hyperventilation. إذا شخص عرضناه لتنفس صناعي أزيد من اللازم راح يصير عنده respiratory alkalosis. Excessive loss of PCO of CO2 و PCO2 decrease, pH decrease, plasma HCO3 minus decrease. إذا أنا عندي حالة اسمها respiratory alkalosis وحالة اسمها respiratory acidosis. Respiratory alkalosis إذا صار hyperventilation، ولهذا ما تخلي الشخص على الفنتيليتر هذا التنفس الصناعي، يحتاج يسوي كنترول كمية الأكسجين حتى لا يصير هاي الحالة اللي اسمها respiratory alkalosis. وايضا اذا صار خلل بالتنفس بحيث قل يصير عندي respiratory acidosis. اعتقد هسه صار واضح امامكم، لانه شرحنا الميكانيزم عشان يصير عندنا الاكسجين سبلاي. Ventilation during exercise. During exercise, breathing becomes deeper and more rapid. Produce more than total minute per volume. Neurogenic mechanisms, sensory nerve activity from exercising muscle stimulate the respiratory muscle. Cerebral cortex input may stimulate brainstem center. Humoral mechanism, PCO2 and pH may be different at the chemoreceptor trigger zone. Cyclic variation in the values that cannot be detected by blood sample. لما الشخص يتعرض للاكزرسايز، يعني شخص يسوي تمارين رياضيه او يركض، ليش يزداد البريثنج؟ اولا من حركه العضلات القفص الصدري الملامسه للريسبيراتوري سيستم. فعندنا النيوروجينيك ميكانيزم، يعني الشغلات الميكانيزم اللي هو علاقه بالنيورونات. Sensory nerve activity from exercising muscle stimulate respiratory muscle. يعني هي حركة عضلات البطن، عضلات الجسم القريبة من عضلات التابعة للجهاز التنفسي. هذا أول تحفيز. التحفيز الثاني هو من تجمع CO2 اللي هو يعني من نقول CO2 يعني H plus، لأن الـ CO2 ما يدخل للدماغ، الـ H plus يدخل للدماغ يسوي stimulation للـ brainstem center. Respiratory center. وايضا عندنا هيومورال ميكانيزم، يعني ميكانيزم له علاقه بجزيئات الاكسجين والسي او 2 والاج بلس. بي سي او 2 ان بي اتش ماي بي ديفرنت ذان كيمو ريسبتر، يعني اذا زاد الاج بلس بالكيمو ريسبتر اللوكال اللي هو خارج البرين واللي موجود داخل البرين راح يحفز ستيميليشن للبريثينج. Cyclic variation in the values that cannot be detected by blood sample. ايضا هاي البلد نفسه لما يزداد بين الاج بلس او البارشال بريشر مال الاكسجين او السي او 2 اذا قل او زاد راح يتحفز له البرين يسوي ستيميليشن من نوع هيومورال. طبعا بحاله النورمال بريثنج بالريستنج، يعني انا يعني قاعد ما عندي اي اكسرسايز، الاج بلس ما يتكون. لكن هاي الكميه اللي تتكون هي هاي الكميه اللي تحفز هاي الجزء من البريثنج، يعني هذا النورمال بريثنج بالريستنج هو اللي يحفزه الاج بلس المتكون اثناء الريستنج. وكل ما يزداد الاكتيفيتي كل ما يزداد الاج بلس، وكل ما بالتالي يزداد الـ respiration.
acute respiratory failure. شخص يصير عنده نقصان بالتنفس او respiratory failure ما يقدر يتنفس لاسباب. اكو نوعيه من respiratory failure يسمونه acute respiratory failure بالذات في المنطقه الجاس اكستشينج. Insufficient oxygen transport to the blood, hypoxemia, inadequate CO2 removal, hypercapnia. الشخص صار عنده acute respiratory failure نتوقع عنده CO2 بالبلد كثير و O2 قليل. هذا يسمونه hypoxemia, hypercapnia. مصطلحين يجون مع بعض، مين يصير hypoxemia؟ hypercapnia. نقصان بالاكسجين زيادة بالCO2. Pathophysiology of acute respiratory failure. اشني هي اسبابه؟ هايبوفنتيليشن تهويه قليله، شخص راح على مكان مغلق ما بينه اكسجين، بينه دخان، ما شعل، ما نار، اختنق. يصير عنده هايبوفنتيليشن، يصير عنده ريسبيرتوري فيلر. فوليوم بريشر ميس ماتش، شنط، ديفيوجن اب نورماليتي. اسباب مختلفه تؤدي الى انه يصير ريسبيرتوري فيلر. شنط هو انه الاكسجين ما يصل للونج، اكو ريستريكشن بالطريق. اكو انسدادات بالبرونكس، شخص تعرض لحادث مروري لا سمح الله، كل هاي واثرت على الريسبيرتوري سيستم او دخل ماء الى داخل الريسبيرتوري سيستم مثل عند الغريق راح يصير عنده ريسبيرتوري فيلر. انواع الريسبيرتوري فيلر عندنا نوعيه يسمونها هايبوكزيميك ريسبيرتوري فيلر واكو هايبر كابنيك ريسبيرتوري فيلر. بالهايبوكزيميك ريسبيرتوري فيلر الاكسجين بارشل بريشر اقل من 60 ملي متر مركري، والبي سي او 2 اما اقل من الطبيعي، اسوشيت وذ اكيوت ديزيز اوف ذا لانج بلمونري اوديما. الريسبيرتوري فيلر من النوع اللي هايبوكزيميك عاده سببه مثلا كارديو فاسكولار ديزيز او ريسبيرتوري ديزيز. الهايبر كابنيك hypoxemia is common, drug overdose, neuromuscular disease, chest wall deformity, chronic obstructive pulmonary disease, and bronchial asthma. يصير عندي hypercapnia لما عندي أحد أجزاء مال respiratory system being defect، ما يصير عندي ventilation صحيح، فالأكسجين كميته راح يقل، CO2 راح يزداد أكثر من 50 مليمتر مركب. لكن بحالة الهايبوكزيميك عندي مشكلة بالهارت أو الأكسجين ما يصير من الترانسبورت بشكل صحيح من الألفيولاي إلى داخل الـ RBC، وراح يصير عندي هايبوكزيميك ريسبيرتوري فيلر. هايبوكزيميك عندي أكسجينيشن فيلر، يعني الأكسجين ما عم ينخذ من قبل الـ RBC بشكل صحيح، فكميه الاكسجين هو اقل من 60 ملم مركبي. الاكيوت هي دقائق او ساعات، والكرونيك ايام. هايبركابنيك معناته فنتيليتوري فيلر، يعني اكو خلل بالريسبيرتوري سيستم بحيث ما عم نقدر نطلع السي او 2 للخارج. هنا ايضا اكيوت وكرونيك ساعات ايام. فالبي اي سي او 2 اكثر من 45 ملم او اكثر من 50 ملم مركب، وتلاحظون البي اتش يصير اكثر من 7.35، اقل من 7.35. ميكانيزم مال هايبوكسيميا، هسه نوضح ليش يصير عندي هايبوكسيميا. اما الفيولر هايبو فنتيليشن، اما يصير عندي الفيولر هايبو فنتيليشن، قلنا الميكانيزم مال هايبوكزيميا ليش يصير عندي هايبوكزيميا؟ اما عندي الفيولر هايبوفنتيليشن، او عندي فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش،
او عندي شنت او عندي ديفيوجن ليميتيشن. الهايبوكسيميا معناته الاكسجين ما يصير بين سبلاي للبلد نتيجه خلل بالاكسجين سبلاي، يعني ستراكشرال ديفكت داخل اللنج حيخلي الاكسجين ما يصل للالفيولاي. فايش راح يصير عندي؟ عندي يصير عندي نقص داخل الاكسجين داخل الدم، فهذا يسمونه هايبوكسيميا. اما فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش او شنت او ديفيوجن ليميتيشن، ما يدخل دم من الالفيولاي الى البلد، المهم الاكسجين ما يصل للبلد، ما يصير اكسجينيشن. الفيولار هايبوفنتيليشن ريسبيرتوري لانج ديزيز، بعض الامراض حتى اذا الاكسجين وصل للالفيولاي ما يقدر يسوي اكسجين ترانسبورت، لان الالفيولاي بها ديزيز، مثلا مريض عنده انفيزيما او سي ان اس ديزيز، ما يتحرك اللنج بصوره صحيحه، ما يصير هذا الستريتشنج بشكل صحيح حتى ناخذ كميات كافيه من الاكسجين، يصير تبادل غازي، سببه سي ان اس ديزيز او تشيست وول ديسفانكشن. هذا الفراغ اللي موجود، الفراغ اللي موجود بين هذا الفراغ اللي موجود بالبلورال كافيتي اللي هو بين الاحشاء واللنج، هذا الفراغ اللي صار بين ديفيل يعني تشيست وول ديسفانكشن، حركه اللنج ما راح يكون بشكل طبيعي، وبالتالي ما يصير عندي تبادل غاز صحيح. او نيوروماسكولار ديزيز، العضلات المسؤوله عن الريسبيريشن صار بها نوع من صار بها ديزيز معين بحيث انشلت، يعني حركتها صارت بطيئه، ايضا ممكن يصير عندي الفيولر هايبوفنتيليشن، وهذا راح يسبب الهايبوكسيميا. او بيرفيوجن without ventilation، اكو بيرفيوجن بس فنتيليشن قليل، شانتنج يصير عندي، يعني البلد جاهز انه يستقبل الاكسجين ولكن فنتيليشن قليل، الاكسجين ما يصل للالفيولاي. intrapulmonary small airway occluded example asthma chronic bronchitis، شخص عنده انسدادات بطريق الهواء معناته ما يصير عنده فنتيليشن. الفيولاي are filled with fluid، الهواء ما يصل للالفيولاي لان الفيولاي مملوءه بالماء، مثلا pulmonary edema نيمونيا الفيولار كولابس، اكو حاله مرضيه يسموها اتيليكتاسيس، الفيولار يصير بها كولابس شرينكج، فالاكسجين اللي يجي ايضا ما يقدر يصير بيه تبادل غازي، لما عندي مساحه سطحيه كافيه راح يصير عندي الفيولار هايبوكسيميا. ديد سبيس فنتيليشن، اذا زاد الديد سبيس فنتيليشن ايش راح يصير عندي؟ الفيولار كابيلاري انترفيس ديستروي، حاله الانفيزيما الديد سبيس تزداد. ليش؟ قلنا الالفيولاي مثل عنقود العنب، يعني عنده اكثر من مكان الاكسجين يقدر يصل للبلاد، لان مساحه سطحيه واسعه. المريض اللي عنده انفيزيما كنا نفتحه على بعض، هذول العناقيد مال العنب، العنب كنا نفتح على بعض، او الخلايا مال مثل ما قلنا الخلايا مال نحل العسل، خلايا مال منحلة مال عسل تنفتح على بعضها، الديد سبيس يزداد. قبل كان عندي أكثر جدران أكثر للتبادل الغازي، هسه قلت فراح يزداد عندي الديد سبيس، وهذا يحصل في حالة الانفيزيما. الانفيزيما هو الحالة مرضية جزء من الفيولا يصير بها نيكروسز أو دامج أو ديث، فتبدي الفيولا تنفتح على بعض، يصير عندي الفيولا كبيرة المساحة السطحية قليلة. Blood flow reduce example congestive heart failure pulmonary edema، او اكو اكسجين هيجي باللنج لكن الدم قليل يمر باللنج. ليش؟ القلب ما يقدر يدفع الدم، المريض عنده عجز بالقلب، هو حتى المريض اللي عنده عجز بالقلب راح تشوف عنده زياده بالبريثنج، يعني يحاول يتنفس اكثر بصعوبه اكثر، الجسم يحاول يسوي ستيميليشن للبريثنج. ليش؟ حتى يزيد كميه الاكسجين، يحسب انه اكو نقص بالاكسجين نتيجه النقص بالبريثنج، لكن هو بالحقيقه الدم ما يندفع لانه القلب بينه عجز، فماكو كميات كافيه من الدم تصل لللنج ويصير بيها اوكسجينيشن حتى تروح للتشو حتى توقف الاوفر بريثنج. فالمريض يجي العياده مال المريض مال الطبيب يلهث ينهج، يزداد عنده ريسبيرتوري ريت، يريد يعوض هذا النقص بالاكسجين نتيجه نقص كميه البلد سبلاي لللنج.
over distended alveoli positive pressure ventilation مرات الالفيولاي نتيجة نقص بالسرفاكتن يصير distended فين راح يصير عنده positive pressure ventilation. الديفيوجن ليميتيشن يحصل في حالة السيفير انفيزيما او ريكرنت بلمونري امبولاي او بلمونري فايبروسس او هايبوكسيميا بريزنت during exercise. Diffusion of oxygen to the blood يحصل في الحالات التالية. أولا severe emphysema، قلنا الانفيزيما مساحة السطحية قلت، جاء الأكسجين جاء الاير يريد يسوي تبادل غازي، ماكو مساحة كافية، فما راح يصير عندي diffusion كافي، فحيصير عندي diffusion limitation. Recurrent pulmonary edema، عندي blood vessel هيحمل البلد لللنج، هتيجي الأكسجين يرتبط بينه لكن بالطريق مسدود نتيجة قطعة دموية تخثرت يسمونها pulmonary emboli، كسرت طريق الدم بحيث الأكسجين موجود وجاي مع الاير بس ما كميات كافية من البلد تأخذه، فهذا أيضا سبب diffusion limitation. pulmonary fibrosis، fibrosis هو تليف الخلايا، بعبارة أخرى يعني خلايا تموت، خلايا مالن ميتة ما تقدر تسوي تبادل غازي، راح يقل الأكسجين اللي يدخل للدم، فصار diffusion limitation. مرات during exercise الجسم ما يلحق ياخذ كميات كافية من الأكسجين، الأكسجين والإير هيدخل داخل اللنج لكن سرعة تدفق الدم ما يلحق كل يصير بين أكسجينيشن، فيعبر الدم لأنه العضلات هتتحرك وهتحتاج كمية كبيرة من البلد، كمية كبيرة من الأكسجين، فمروره على اللنج يكون سريع حتى بس يصل المرتلخ ياخذ الكمية ويصل للتشو أو للعضلات، فبالتالي يصير عندي هايبوكسيميا بريزنت ديورينج اكسرسايز. أما الهايبر كاب كاربيا أو هايبر كابنيا is always reflective of inadequate ventilation، دائما من يزداد السيو تخلي بالي أنه يكون مشكلة باللنج، ventilation ما صحيح، الاير يدخل بشكل ما صحيح، بالهايبوكسيميا كان اكو مشكلة حتى بالدم نفسه ما له علاقة بالرئة، يعني يا اما الاكسجين عيجي بس ماكو تبادل غازي لانه الالفيولاي مدمرة، او الشخص عيسوي اكسرسايز وما عيدخل كميات كافية من الدم، ما الدم ما عيتشبع بالاكسجين، ما عيلحق يتشبع بالاكسجين، او مريض عنده اوديما تجمعت عنده سوائل، فهنا بالهايبركابنيا دائما اكو مشكله بالبريثنج، يعني هذا المريض ابو الهايبركابنيا نتوقع عنده انسدادات بالجهاز التنفسي نفسه ما له علاقه لا بالبلد ولا له علاقه بالعمليه التبادل الغازي، الاير ما حيصل للالفيولاي سببه انسدادات بالطريق دايركت ريليتد تو سي او تو برودكشن انفيرس ريليتد تو الفيولار فنتيليشن، فكل ما ازداد الفيولار فنتيليشن راح يقل السي او 2 when CO2 produces increase, ventilation increase rapidly to maintain normal pH CO2. Alveolar ventilation is only fraction of the total ventilation. Ventilation perfusion shunt أو area إذا زادت dead space زاد أيضا رح يأثر على CO2 removal. Normal response to increase total ventilation to maintain appropriate alveolar ventilation. مين يصير عندي هايبركابنيا؟ هذا ريفليكتف انه كميات الاكسجين اللي حتيجي داخل الالفيولاي قليله، سببه ايضا قد يكون انه الفنتليشن بيرفيوجن اكو خلل بينه بحيث الاكسجين اللي وصل الالفيولاي بينه ديفكت او ما يصل لانه البرونكس بينه ديفكت او التريكيا كان ينسدد، اكو مشكله بالمجرى مال الهواء الى ان يصل ما قبل الدم يعني الى الالفيولاي، هذا نعتبره سبب الهايبركابنيا. هايبركابنيا respiratory failure imbalance between ventilation supply and demand. إما سببه يجي من الـ airway and alveoli أو من الـ CNS أو neuromuscular condition أو من الـ chest wall. فإذا دائما عندي مشكلة بالستركتشرات المسؤولة عن respiration عن عملية التنفس، يا إما بالـ airway مثلا مريض عنده أسما، انفيزيما، كرونيك برونكايتس، سيستيك فايبروسس، أو مريض عنده CNS ديزيز أخذ جرعة عالية من الدواء. نحن ما قلنا
داخل الدماغ اكو سنتر مسؤول عن الريسبيريشن يسمونه ريسبيراتوري سنتر اللي هو بالميدلا اوبلانجاتا وبالبون اللي قلنا نيورون تايب 1 نيورون تايب 2. المريض اللي ياخذ دراج اوفر دوز ادويه تشتغل على الدماغ هو تمام مكان الشغل مالته ما له علاقه بالريسبيراتوري سنتر لكنه بالجرعات العاليه ايضا يصير سبريشن ريسبيراتوري سنتر. الادويه من تصير سبريشن ريسبيراتوري سنتر ريسبيريشن راح يقل او اكو انفاركشن بالدماغ يعني انفاركشن يعني استسقاء. اشنو استسقاء؟ يعني كميه البلد يصل لمكان معين بالدماغ قل وصار اسكيميا مات صار ديث بهذا التشو فالريسبيريشن راح يكون ما طبيعي لانه هذا البرين ستيم هو المسؤول عن الريسبيريشن. او سباينال كورد انجري مريض عنده مشكله بالسباينال كورد صار عنده جرح طلق ناري دهس دعم سياره فاذا صار خلل بالريسبيريتوري بالسنترال نيرفس سيستم سواء بالسباينال كورد او بالبرين ستيم اذا الريسبيريشن راح يتاثر. مرات بتشيس مثلا فلاير تشيست فراكتشر ميكانيكال ستكشن مسل سبازم اي خلل بالستركتشر مال تشيست وول ممكن ياثر على الريسبيريشن. او نيروموسكولار جنكشن مثل مسكولار ديستروفي مالتيبل سكليروزز امراض لها علاقه بالعضلات. السيمتوم مال ريسبيريتوري فيلر هي الاعراض اللي راح تظهر على المريض. سي ان اس سيمتوم يصير عنده وجع بالراس النظر مالته يتخربط يصير عنده فيجوال ديستربانسز انكزايتي كونفيوجن ميموري لوس ويكنس ديكريس فانكشنال بيرفورمانس. والكارديوفاسكولار يظهر على المريض على شكل تعب اورثوبنيا بريفيرال اوديما تشيست بين فيفر ابدومينال بين انيميا بليدنج كل هاي الاعراض ممكن تظهر عند المريض. احد عنده سؤال؟